بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات والأرض ما بينهما وما شاء من شيء. بعد نواصل لنا إن شاء الله الدباء حلقاتنا. الله سبحانه وتعالى لبل قل لا فرحت يعني دليل أول بأن نحن إحسان ودعاء وخوف ورجاء وتوكل والرغبة والرهبة حتى بنتها جنت هذا دي بنايا دليلنا يخوف دي بنتها جنت. الله سبحانه وتعالى بيقول خوف بمعنى فرحته إنسان رب العالمين لا من ناحية عبادات لا قدام بفرحت من عذاب رب العالمين ده فرحة للعبد بات النوع من أنواع العبادات الخوف أو فرحت ورب العالمين بيقول فلا تخافوا مخافوني إن كنتم مؤمنين يعني مشركين يتفرها كفار يتفرها عدانا رب العالمين يتفرها رب فرها ورب فرهاكم من قبي رب العالمين تلو توليكم رب العالمين أتو أوفقكم رب العالمين أتو يسر لكم رب العالمين أتو بارك لكم لبل الله سبحانه وتعالى فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين بيال الله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالدين لأنه أول الدعاء أمرنا مدير وذي يعني بنسأل مسألتنا يا خوف ذي بهلينا ولذلك الله سبحانه وتعالى رأينا كمان العبادات لنا يا فرحت كفوت لم فره بالدليل اللي مبل رب العالمين بعيد قلنا فرها لبوني قل عذبنا قل منعنا قل هبنا عند بيننا كم سلم جدالين ولا مشعوذين ولا منع عن حجاب ودا ولا قرد ودا ولا الزل البن اللي كل فرحتك قدام ولا فرحه من ابو قل دي رب تتوكل رب قل فرح ابو وتحسين قل يدبو ودي ربي يتوكل كم سليهما الدليل كالآية لنا عفرات برضو نا عبادت وتو الرجاء بل الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلى رب العالمين ولا ما فرات يعني فرات اللي فرات طبيعي يعني إنسان من سات فري من كراي فري من قرق فري من قلة فري إلا كلا يعني لمقصودات التانية يكون يعني لمقصودات لفرهت لا نايا عبادته لكن لفرهت لا طبيعي إنسان فرها ولدانق إنسان وقال الحسن يقول له كل أمورته هذا وكمان يعني برضو فرهت الليت كمان ديب قبر ديب قلي اللي تات من نصب عبر من إنسان لما يتقل التفرى واللي تلا مشكلة لكن لا فرحت لا اصلا انسان لا قال لي فرح من ابو يعني مثل ربي لنافع وشافع يقول لي اذا ابونك كمثل كان رب العالمين منزلت ذكر يوم يقول فرام ابو مالد ورجاء يعني رب العالمين بيلا يقول لي ترجو يقول لي طبروا يقول لي تاكوا مني حجوا يقول لي تكلبوا يقول لي تحسبوا طلب كم زليه هو يعني حسب ربه اللي يكون بالما هنا عندنا حسب ربه اللي يكون بالإنسان يعني أنت من ربيت لا تتحسب ودي بربيت لا ترجع ومن ربيت لا تتاكى ودي بربيت لا تلجى ولرجاء يعني خضوع للزمان يعني فمن كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا برضو علاقة بنا يشرك بول إنسان رب الله الحدي ودي رب الله توكل بالله قلت توقف بو قل دي ربي ونده توكل دي ربي قل اعتمد بو ولأنه رب العالمين اللي بل وعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ورب العالمين اللي بل ومن يتوكل على الله فهو حسب ربك في كاتو دي ربي قلت توكل بك ودي ربي قلت حزبك وربك تفرح بك ولرجاء للأستاهل رب العالمين تو إن الله بالغ أمره لأن ربي حتى يعجز والمعجز ألبوني رب العالمين قد كل شيء قادرته وشوك كل شيء قلت من قدر ولا توكلها يعني توكل يعني كامل إيمان لابد يبقى إنسان وعلامتنا صدق وواجب الإيمان باليوي أكتملني لازم إنسان دي بربي قلت توكل به اللي حتيتها برضو لك أريد برضو دي بتوكل يعني الدام بسرق توكل به يعتمد يعني اعتماد كلي دي برب العالمين كم سليه برضو يعني من عبادات لنبرق رب العالمين تستاهل دي مرتبات بعدت قلت كره ألبوني كم سليه كمان توكل هلا يعني
يعني ممكن انت قدامه كل قلت هاي قال لك يعني مثل بدليك النائب قال لك بقى قال لك اللي جائزته ممكن انت توكيل ودق النفر لا انواع لا توكيل لا 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 لا, لا مرفوض لا توكل دي بفرهد وبعبادته لكن توكيل قلت دي انسان قلت توكل اللي كله جائزته أقوها الله سبحانه وتعالى بلا ودليل ان دعمت اغنى وعلى الله فليتوكل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكمثله كمان منعا وعلى عبادات لنا ذكرنا الرقبه والرهبه والخشوع وقوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين دي بلنا هنا الله سبحانه وتعالى لبل الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب والرهبة الخوف المثبر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل والخشوع يعني الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضاء الكوني والشرعي إلا أنا يعني ميتا لنا رغبة يعني رغبة يعني دي بقى فتايكا دي بلا خير لما ركا قلك ودي با عزة لناي ودي با كرامته والتفضل رغبتك قلتها لك الكبو عشان كده لا من منع وعن عبادات لك لرب العالمين لا فتية ولا توجب دي بناتها وأقلو لا تستاهلتها ولا رهبت تمانا يعني فرهد يعني خوف فرهد يعني ثمرت لبو فرهد يعني بعمل يعني بعمل لا 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 لأسور بعمل مقترن ومربوط بعمل يقول لك بابه مثل عمل أسور يقول لك لا 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 رحبة يعني خشية يعني يعني هان رب العالمين هذا حقه مفره يعني تفرهت للرهبة خوف تلف فرهتها رب العالمين حقه مفره إن يعني حقه نسلي حقه نطيعه معناها إن نفتيه لنا ونفره لنا في نفس الوقت نفتيه لأنه بعبادة نتقرب قلو وأجمل الأشياء قلو نقدمها قلو نقدمها وأحب الأوقات قلو نقدمها وأفضل الأوقات مثل رب العالمين نقديها وفي نفس الوقت يعني عند انشاقه نعبده لانه من نأسات ندفر هنا اللي مثل الله فنجيلا عمل وفنجيلا لفرات ولا فتمس جمعنا عمالته كم زلها خاشعين قلنا بابنا الخشوع يعني اطمئنان وفرهد واخبات وتذلل رب العالمين بقلب حاضر بهدوء تمام شمو يمدد عليك ندروك الله سبحانه وتعالى تعبده هذا كمثال يوم يعني خشية الليل الله سبحانه وتعالى بيلا فلا تخشوهم وأخشوني أوري تفرون بيلا رب العالمين يقول لي فرها بيلا و وخشية يعني ترى فرهت دي بعلم لبنيتة لأنه الله سبحانه وتعالى قلت تفرون أنت أمر ميت لا تفريه وكو تفريه وقل ما تفريه وقل ما تفريه منه إلا أمرك من قبي يعني لا فرهد كمان بل أمر بلاشت لكن أنت فرهد أمرك من قبي إنما يخشى الله من عباده العلماء قل ما بيلايا لأن العلماء رب العالمين لأن الأمر العاقبات الأمر والعقاب الأمر والعذاب الأمر فلذلك للبوم دائما طلول قبي وللبوم دائما فرهد بديبه وهذا ما شاء الله تبارك الله العلماء ولا سبخه ولا حفظت ولا مشايخ تروى من ده قرأوه بكو وخشوع بكو وخشيت بكو أنا قال للبوم حاضر قبي لما عنين لا نايا قرآن تروح حتىهم أسرتهم جوا تكاب دون تك البوم لأتي وتنفسهم لأتي وتنفسهم لهير وتد ما يوم لهير ولسورة تك عدم يهم قيسة تصور يقولون تخيل يقولون الأستاناتنا كله كل جماعة يقولون كا لو كنت لهي بكاية مطلهم لأنه لمعاني تعرف حتوم قيس وبأمر فره الله سبحانه وتعالى رب العالمين يعني ولا تعبد بأمرته لا تعبد وكمان إنابتها الليت الإنابة هي يعني قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الله سبحانه وتعالى بيلا إنابة معناها ميتة إقبالت معناها الرجوع معناها يعني دي برب أقبل قبل رب دي بأقبل دلبل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له يعني استسلام كامل الأحكام بأحكام شريعة جيسو الأحكام يعني كلوت نوع ودوم يعني الإسلام لله سبحانه وتعالى استسلام لله يعني وذكر نوع ودوم إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمة الكون لحكمه الكوني
واللي يعني السماوات ولا أرد ومن لبهم كافر ومن بر لبهم فاجر كما لا بأنها بدير إلا يعني لواجب بدي بقى لكن لا استسلام شرعي وهو استسلام الحكم الشرعي برضو قل لا طاعت وقل لا تلا لفرديات يبنى ابن قل نيجيس كليتا حتى كونيات ابا مخلوقات لنا يكم سر ربيتو خالقتو قلنا استسلم قلوبنا وقلنا عبل بنا إنابة قلنا إذا كان أيد كمان استسلام قل لا حكم تلا بيلي وقل لا العبادات تلا شرعية قلنا لطاعات تلا شرعية لسر تلا الإحسان تلا بيليناتو والأدلة كلها دي بالكثير بتحتها دي بقى قرآن والله سبحانه وتعالى يسريا قلنا كالي دليلنا استعانت برضو استعانت بيلا من أشياء اللي ذكرنا ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعذ بالله عندنا السلال كم مرة دي بحمس مرة تحمس لفردنا ويمكن دي بعشر سبع لركعة دي بن كلنا الحمد لله قري ودي بكلنا أنبل إياك نعبد وإياك نستعين يعني بمعنى ميت الاستعانة هي الاستعانة هي طلب ناي سديد طلب ناي عون بالعالمين طلب مية بيلا ولا طلب لنا يعني دي زي أربع أكان أو حمس أكان لا للتقسمات أو دي حمس نقطة قلناها قديما حتى الاستعانة طلب أول من رب العالمين مباشرة واستعانة بربي مثل الاستعانة يعني كمال تظلل بدي بقى رب العالمين من اعتقاد قل رب العالمين تعتقده كافي كله يعني مبل شريك ما لبينا لأنه حقوق تبت أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين قل كعبد وبك استعين حقوق بيك إياك معناها قل كاتو يا رب العالمين أنا مبل بك وأرى استعين تبل لك كالي برضو ممكن بإنسان تستعين بإنسان دي بس أنا تطلق قدرة ممكن سدينا تقول له هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.